أنا إلهام المرغني نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. في البداية بعتذر لحضراتكم عن التأخير اللي حصل. النهاردة بنبدأ المؤتمر الصحفي لإطلاق حملة لو انتخبتوهم. الحملة جاية في إطار تحركات الحزب في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس النواب. هدفها هو التوعية العامة للمواطنين حوالين مواصفات عضو مجلس النواب القادم. الحزب له مرشحين في عدد من الدوائر على المستوى القومي، ولكن في دوائر احنا مش نازلين فيها، ولكن فيها مرشحين للتيار الديمقراطي، وفي دوائر ما فيهاش اي مرشحين للتيار الديمقراطي. فعشان كده احنا قلنا حملتنا هي حملة لو انتخبتوهم. لو انتخبتوا رموز الفساد ورموز العهد السابق، سواء ما قبل 25 يناير او ممثلي الاسلام السياسي، فده هيبقى ضد مصالحنا وضد مستقبلنا ومستقبل اولادنا. احمد حسن منسق حملة لو انتخبتوهم. الحملة باختصار احنا بنحاول ننزل نخاطب المواطن المصري البسيط والمواطن المثقف، بحيث ان هو يوصل له الهدف من الحملة. زي ما حصل قبل كده، احنا بنقول ان بيحصل في تجار الانتخابات بينزلوا يدوهم زيت وسكر او فلوس عشان يشتروا الوصفات بتاعتهم. فاحنا اسمحوا لي بس اقرا لكم الحملة بتقول ايه. هنا حاطين في اول البروشور اسم الحملة لو انتخبتوهم، وحاطين هنا الزيت والسكر وعاملين عليها علامة اكس. لما الزيت والسكر او الفلوس اللي تاخدوها يخلصوا هنعمل ايه؟ بنخاطب المواطن ونقول له عزيزي المواطن عزيزات المواطنه، بعد ثورتين 25 يناير و30 يونيو حسيتوا التغيير للاحسن ولا للأسوأ؟ ادي صوتك للي يعمل تاثير، مش اللي ياخد صوتك عشان يسرق بيه قوتك. يسقط سماسره الانتخابات، يسقط تجار الزيت والسكر، يحيى الزيت ويحيى السكر. خد الزيت وخد السكر وادي صوتك للي يجيب لك حقك. بص حواليك هتلاقيه شاب مكافح عاوز يعمل حاجة لأهل دايرته، هتلاقيها شابة جدعة واقفة مع الناس في مشاكلهم. نائب 2010 اللي هو نائب حزب الوطن عمل ايه لمصلحتك؟ ولا حاجة. والنائب في برلمان 2012 عمل ايه لمصلحتك؟ ولا اي حاجه. هتنتخبهم تاني ليه؟ عشان زيت سيد او سكر؟ عشان فلوس مصيرها تخلص؟ علشان ايه؟ احنا بنحاول نطرح الاسئله هنا للناخب علشان يبدا يفكر ويشوف ايه مصلحته. بنقول لا للوشوش المحروقه، لا لمرشح وش الضيف، لا لفلول الحزب الوطني، لا لتجار الدين، نعم للمرشح اللي بيعافر قصاد حيتان، نعم لمرشح ما دفعش رشوة، نعم للمرشح اللي زيه زيك،